شحال عطاو هضروا معنا تعمك هذا انا نهضروا يا خويا هذا وشنو هذا بانو الحين كاكول هذه تاعك لا هكذا زيد هبط هكذا باش نعرفك شنو جايب برجلك تضرب هكذا وشحال عطاو انا نساوم فيها نورمال نساوم هي باش برجلك اصاحبي ضرب بيدك بالضرافه شويه رانا في الصلاه هذاك تعرف البانو كون ظريف شويه واحد كيساوم بيدو لرجلو كيف كيف السلام عليكم شحال عطاو في هذه ها هادي او ها طاوله هذه طاولك 90 نديك صاحبي سبحان الله العظيم شكون اللي عطاك 90 انت اتوقعت بينا ها راه ربي يسهل راه الله يسهل نو بسكين اللي ما يعطيوهمش ويجبدها من راسه ها راح نشوف انت واش بيك ما تطلعش هنا حتى نعود انا هنا معاك هلا هكذاك ما درفت ما تطلعش هبط 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 ديسو ديسو بات لي الموتور تاعها شويه ما مداير الاخر تاعو كيف ما بعتهاش خلينا نحط داك الشيء دي ها خلينا نقعدو فرونتي اشكون لك ناس انا والله غادي نحشم ندخل بها للسوق نكذب عليه شوفوا ها نهضر معاه بس ندير لواحد صاحبي اسمه صريخر ها ها معليش نجرب نشوف روح روح خاطي الله يرحم والديك استنى نشوفوها ها ما بياش نقص نشوفها لداخل ما تشوفها او تركبش يرزق الناس لينا يرحم والديك ما بايعينش ها ما بايعينش تحل في الطوموبيل انا نقص نجربها نشوف ما تجربها نقولك ما تجربها تجربها شو بالك نشوف نعطي رايي فيها شو اسم الدراي لا هو قصر ها لا هو قصر قلت بالك مباليش سيدي الناكسيري لي بلي الموتور ساعه شويه يزغزغ اسمع نشوفها بارك الله ما تشوفش الحبابات هبط استنى استنى دقيقه بارك هبط هبط اسم الطوموبيل هبط انا كنت نجرب هبط ما تجربش كيف نشري الحوت في البحر هبط ما تفهمش انت يا خلاص انا راه خلاص انا راه الكارو تاع عمي روح الناس تبيع روح الناس تبيع روح الناس تفهموا معاه روح وفسدلك وجهك روح ها روح يا ودي روح روح يا اخي روح الخليفه تاعك روح روح يا ولدي نبط الله الاخيره برك روح قلت لك انت ونفسد الخليقه تاعك روح غير ارفد عليك تعاملوا مع المشتريه هكذا المشتريه هكذا روحها روح عندها ضربه هنايا وهذه الضربه روح يا مي صارح الناس قول لهم بلي روح اختيني قول لهم بلي كتفهم فيا اختيني روحها كنا نشوف الداخل البركة راح نشوف بركة غير الداخل البركة هبط 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 اعطيني انت تاعك تاعك هبط 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 ها هبط انا كنت هبط كسرك هيا انا كنت نجرب هبط كسرك جيب لك عشا في الامر الحاج هاك اوه لا بدا انا كنت اش بدا انا نجبد هاك الحاج هاك اي بعد بعد لي شويه اي يمشي يمشي جيب غير كاش حاجه باش يروح باش نحوزو هيا امشي 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 دير البلاد بالك تزافي ليها بالغاشي هديك وهدا شرح صاري زعفنيش كاميرا كاشي روحها شوف نهضروا هضره روح ربي يسهل عليك ما تهضرش معايا الاخر روحها شوف نهضروا هضره صاحبي شو بيك تقلقت هكذا ما تقلق ما والو شوف الانسان كي يدخل طوموبيل للسوق اسمو يصارح بالمحتوى الساعة روح ربي يسهل عليك ما دخلتهاش السوق انا ومريح شيخ تاع روحي انا قاعد الشيخ تاع روحي روح. شحال قلت لي طواك ما قلت والو بصح علاش قلقت انت والاخر؟ راح
روح يا ولدي روح انت والله انسان وليد فاميليا وانسان محترم حاب نشوف في رمضان في الكاميرا المخفيه هاي الكاميرا الهيك وهاي كاميرا الهيك في الطنوك الله غير سامحنا والله تعوج ولا كيفاه هل خلاص الحاج خلاص اروح دقيقه نهضروا والله غير معليش سامحنا والله غير سامحنا اروح دقيقه برك نهضروا هضره تاع الرجال والله روحتينا يرحمك والله غير نهضر معك هضره الهضره الاخرى انت انسان وليد فاميليا عطيني مفتاح بابا شوف عطيني مفتاح شوف شوف الطوموبيل هذيك اللي مقاريه والو كاين روح خلاص هاي كاينه طوموبيل هاي كاميرا عليه سامحنا الله يبارك فيك هيا نوح مازال يتقلب مازال يقلب هذوك الرجليوه هذوك الرجليوه اروح بركة بابا دقيقه شوف الناس دوك هي هذه الحلقه تفوت في رمضان انت واش تقول لهم قول لهم صحه فطوركم وصحه رمضانكم ما تزعفوش علينا هاي الكاميرا صحة وطور كيفو كيفاه؟ وصحة رمضانكم وصحة رمضانكم وما تزعفوش علينا ما تزعفوش علينا الله يجبرك هذه غير كاميرا مخفية هذه الكاميرا المخفية ربي يسترك هيا ربي يجيبك بعدها ضربة هنايا واش دخلك؟ دوك هذه الحلقة راح تفوت في رمضان إن شاء الله إن شاء الله على قناة البلاد العنوان تاعها كالعادة ما تزعفوش علينا رقم 4 الناس راهي تشوف فيكم في تشوف فيك في رمضان قول لهم صحة فطوركم وصحة رمضانكم ما تزعفوش علينا هاي الكاميرا صحة فطوركم وصحة رمضانكم ما تزعفوش علينا هذه غير كاميرا مخفية الله يسلمك يا ابو العباس